وللحديث عن أزمة النفط في محافظة نينوى ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا مرحبا، حياك الله. حياكم الله سيد أحمد. يعني طوابير طويلة أمام محطات الوقود تهدر وقت وجهد العراقيين في نينوى، يعني كيف أثرت هذه الأزمة على حياة المواطن في المحافظة التي تتوالى عليها الأزمات منذ سنوات؟ نعم بالتأكيد، يعني مدينة الموصل تتوالى عليها الأزمات ونكبتها مستمرة للأسف، يعني منذ اليوم الأول لدخول تنظيم داعش في هذه المدينة وما جرى بعد دخول داعش في المدينة من تدمير ممنهج لمدينة الموصل وما تبعها من أحداث من سيطرة الميليشيات والمكاتب الاقتصادية التابعة لهذه الميليشيات والأحزاب السياسية، استمرت مأساة مدينة الموصل. وآخر مشهد من هذه المشاهد هو أزمة الوقود ومن قبلها أزمة البناء والإعمار وتوفير الخدمات وإزالة ما خلفته الحرب المدمرة من آثار مدمرة هي مستمرة لحد هذه اللحظة. أزمة الوقود كأزمة الكهرباء يعني ضربت بالصميم الحياة الاقتصادية لسكان مدينة الموصل. اليوم المصالح الاقتصادية والمصالح التجارية لأهالي مدينة الموصل معطلة تماما، لأن كما تعلم يعني كل شيء يرتبط بالوقود، والوقود هنا لا نعني فقط يعني وقود السيارات وإنما حتى وقود الطبخ وأيضا المشتقات النفطية الأخرى التي تدخل بشكل مباشر بحياة المواطنين. وعندما بدأت هذه الأزمة وارتفعت أسعار الوقود تعطلت الكثير من مصالح المواطنين الذين يعني يعيشون على جراء يعني حصولهم على القوت اليومي في مدينة الموصل، والأمر الذي زاد من حدة الفقر وزاد أيضا من أعداد العاطلين عن العمل الذين باتوا يعني ينتظرون حلا من الحكومة المركزية. يعني هنا السؤال سيد أحمد، أزمة الوقود في المحافظة كما ذكرت أجبرت العديد من المصانع الإنشائية على الإغلاق، هذه المحافظة الموصوفة بالمنكوبة هل تتحمل تزايد الأزمات عليها؟ بالتأكيد لا تتحمل، لكن بالمقابل يعني أهالي الموصل يعني لا حول لهم ولا قوة. هؤلاء يعني عادوا قبل أشهر قليلة من أزمة النزوح فوجدوا مدينتهم مدمرة بالكامل، وفوق هذا التدمير وجدوا أن المدينة مقيدة بقبضة حديدية تمسك بها الميليشيات والأحزاب المتنفذة عبر مكاتبها الاقتصادية. فهم من يخاطبوا؟ يخاطبوا حكومة الكاظمية التي لا حول لها ولا قوة أمام سطوة الميليشيات وأمام سطوة الأحزاب، أم أنها تخاطب الممثلين عن هذه المحافظة الذين هم الآن يركضون خلف مصالحهم الحزبية الضيقة ونسوا أن أبنائهم وعوائلهم في مدينة الموصل يعيشون نكبة مستمرة، لا خدمات ولا وقود ولا كهرباء ولا فرص عمل، والميليشيات كما قلت تتحكم بهذه المدينة وبكل شيء في هذه المدينة. ولكن لماذا يعني نينوى بالتحديد هي التي يفرض عليها شراء الوقود بالبطاقة التي تجاوز سعرها 600 دولار وأكثر في السوق السوداء؟ يعني للأسف يعني نينوى بشكل خاص يعني تتآمر عليها جهات حزبية وتتآمر عليها ميليشيات. هذه الجهات وهذه الميليشيات تمتلك شركات متنفذة في مدينة الموصل. هذه الشركات تمسك بالمفاصل الاقتصادية الحيوية التي تدر أموال طائلة من هذه المدينة. فهذه الأحزاب مدينة الموصل بالنسبة لهم هي
كأنها البقرة الحلوب التي تدر عليهم الأموال الطائلة. مثلا يعني موضوع الوقود تمسك به شركات تابعة بشكل أو بآخر لجهات سياسية متنفذة. أيضا تجارة السيطرات وتجارة المنافذ الحدودية وتجارة الإتاوات التي تفرضها ميليشيات متنفذة مثل ميليشيا لواء 30 الشبكي التابع لميليشيات الحشد الذي يمسك بكل شيء اقتصادي في مناطق كوكدي وبرطلة والحمدانية التابعة للموصل، وأيضا ميليشيات العصائب وميليشيات حزب الله وبدر وميليشيات الحشد ما يسمى بالحشد العشائري أيضا وميليشيات الموجودة في سهل نينوى. كل هذه الأطراف متهمة بخنق مدينة الموصل والسيطرة على مقدراتها الاقتصادية. يعني هذه عمليات التهريب كيف تلعب دور في استنزاف حصص المحافظة من الوقود في تفاقم الأزمة على المواطنين في نينوى؟ نعم، يعني هو السبب الرئيسي لأزمة الوقود المستمرة في مدينة الموصل هو أن الكمية التي ترصدها الحكومة المركزية، يعني حصة مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام، هذه الحصة يذهب جزء منها ما يقدر ب 20% فقط لمحطات تزويد الوقود بالسيارات، أما الكمية الأكبر فإنها تهرب إلى مناطق شمال العراق أو تهرب إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية. السؤال هنا من يسيطر على المنافذ الحدودية في شمال العراق؟ الجواب هو تسيطر على هذه المنافذ الحدودية الميليشيات التي أصبحت تتاجر بعمليات تهريب الوقود وكذلك المواد الغذائية وحتى المخدرات التي أصبحت اليوم يعني العراق غارق بها، التي تأتي من مناطق سوريا يتم زراعتها وتصديرها وصناعتها في لبنان ثم سوريا ثم تدخل إلى العراق عبر هذه المنافذ الحدودية. إذن المشكلة الأولى والرئيسية لأزمة الوقود هي أن خيرات الموصل تهرب عبر الحدود أو أنها تذهب إلى محافظات شمال العراق. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.